ما فيني يا أخوي أذبح قطوة، خلهم يروحون، إن ماتوا يومهم وإن عاشوا ظفرنا. والله العظيم والله ما أروح معك لا أقول ولا شيء. آخر مرة لعبت معك ببجي يا شيخ، والله العظيم ما فشلتني. هذه حقتكم أنتم، حنا نلعب كيرم طال عمرك. والله العظيم أقول هلا أبو، أقول يا شيخ ما تشوف إن أنت شو بالك مرتبك؟ إيش فيك؟ لا حول ولا قوة. أقول ما تشوف إن خوينا طول؟ لا ما طول يا ابن الحلال، حسب عندك سالفة. لا ما طول، تأخر والله. الشمس بتطلع الحين، لو طلعت الشمس وخوينا قاعد عند الكهف بياكله بياكله بهشمة. أنت قايل لي رايح للكهف، قال لك رايح عند باب بيته، راح للكهف وطلع الجبل، أكيد إنه يطول. راح الكهف، وانت تعرف الغول وتعرف طم الغول كيف ياكل، بياكل خوينا شكل اكله. واعرف الفول. اي اسمع، مشواره بعيد. ليش تكلمني بهالبرود الحين يا اخوي؟ الموضوع بسيط، انت تضيق صدرك. اقعد بيجي. ما همك، ما همك يوم يموت. الا يا اخوي همني، همني بس الرجال ان شاء الله انه بيجي، وانا متاكد انه راح يجي. واذا مات يومه؟ وش اللي يومه؟ وش اللي وعدناه خير؟ وش اللي يومه؟ يومه وانا انا 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 بحس والله ما اقعد يومي، بأصير طول الليل انا مقهور على موت الرجال. ذنبي ذنبي ذنبي. مالك ذنب يا اخوي، مالك ذنب؟ راح بإرادته وبكيفه ومن إرادته، رجال حر طقها من راسه. حقتك، انا راعي الفكره، انا راعي الفكره، انا اللي قلت له يروح. انت راعي الفكره وهو اللي راح من كيفه. انت وش دخلك؟ اجبرته؟ انت اللي اقنعته، انت اللي اقنعته. هو اقتنع بمل ارادته، رجال حر، قال انا بروح. انت اقنعته؟ انا اقنعته، انا قلت له الفكره وهو اقتنع من نفسه، انا ما اقنعته. ويوم انك اقنعته ليه ما تحس بالذنب؟ حس يا رجل شيخ. حس حس يا شيخ. هو طول لسانه عليك هذا واحد، انا بربطه بخليه في المستودع يخيس عند خياش القمح. افرحوا يا اهل القريه، افرحوا يا اهل القريه. ها بشر، افرح يا اهل القريه، تحيون تحيون في امان من الحين بتحيون. بشر الله اكبر، بشر بشر. حط ركبت الجرس على الغول. سويت اللي احسن منه. وش اللي ركبت الجرس؟ ها وشو؟ قتلت الغول. كفو كفو. وش اللي صاير؟ وش الصياح ذا؟ الصياح بس مستحيل. لا 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 لا، وش الصياح؟ لا لا الصياح ازعجت. لا لا وش الصياح؟ مستحيل مستحيل مستحيل. ليش صاير؟ قتل الغول. ليش فرحانين؟ قتلت الغول. وكان عندنا في مشرح القرية. ايش تقول؟ كيف شفت الغول؟ كبير ضخم كيف؟ لحظة لحظة لحظة، انت قتلت الغول صدق؟ اي قتلت الغول. شلون قتلته؟ حالك؟ ايه لحالي والله. هذا ما جاك شيء؟ لا يا رجال ما جاني شيء. هذا بطل خارق، دخلت نظيف طلعت نظيف. انت مو انسان طبيعي. انت ايش قوتك خارقة؟ الوزار ولا الغول؟ الغول اي واحد فيكم يقدر يقتل، حتى الشيخ. الشيخ ذا ما يذبح بس هذا. والله بس ما يذبحه. اوه صادق والله. يمكن يا شيخ انا بس تحمست انك الشيخ وكذا. الغول اي واحد فيكم يقدر يقتله. شلون؟ الغول اول ما جيت كبير، كله شعر، كل جسمه شعر، وتحس انه يطلع نار، حمم حمم بركانيه من فمه تطلع. هذا ادميرال اكاينو ذا، مو غول. اي لا اكاينو. حاربته بالثلج ولا حاربته بيش؟ انا قاعد اتشبه. لازم تستخدم هاكي، تعرف انت ولا ما تعرف؟ يمكن هو اللي خلاني اقتل الهاكي. ايوه انا ما ادري، عطست وقلت هات كيف. يمكن. لا 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 لا، قل الصدق، احنا فاضيين. شو قتلته؟ انا اقول لك شو، سهل سهل جدا سهل. الغول حطيت السيف على جنب. اوف بدون سيف؟ دخلت بعد والله قوي. لا هذا قوي والله. هذا مو طبيعي. بدون سيف دخلت على الغول. بدون سيف حطيت السيف على جنب بشويش عشان ما يسمعني. اها تلعب علينا. يلعب علينا. لا ما قاعد يضحك كذاب هذا. ما سويتها. لا لا امزح امزح. سويت على اللي ضحكنا خلاص. ضحكنا يلا. الصدق صدق. ايه اول ما دخلت الكهف ضحك مره ثانيه يا شيخ. لا بس لا قاعد يضربك وكذاب. لا يا رجال شلام جاي صار لنا. وش حطيت السيف على جنب بس ما حطيته على الارض. كان في حجر وحطيته عليه زي كذا. ولما شفت الغول ما صدقت عيوني.
طلع ذيب. ايش؟ ذيب. ايش؟ 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 ذيب. ذيب. طلع ذيب. ايش؟ ذيب. كل اللي قاعد يقوله ذا طلع ذيب وشعره كثير وشكله لها 100 سنة. مستحيل. إلا ذيب شايفه أنا. طلع ذيب. طلع ذيب. طلع ذيب. إيه ذيب. كل السنوات كنا خايفين من ذيب. إيه. كنا خايفين من ذيب يا شيخ من ذيب. يا حسابة أيامي وشهادي أخرتها ذيب. ذيب. إيش؟ ذيب. قد. قذاب بس شعره كثير شعره كثير شعره كثير ضاع عمري وكان نايم يا شيخ. اسمع ضاع عمرك عليش انا اللي رايح بغيت اموت انا اللي رايح بغيت اموت عمري ضاع وانا اتحلم بهالغول واخرتها ذيب. لا يا شيخ ذيب وفيه ابهر من سدح ما داري انا. وش دراك من زمان داري انا مخليك وساكت ساكت مخليني اروح وانا وجايب معي الجرس اهبل وصلت طلبيه انا. اسمع قتلته ولا ما قتلته؟ هذا اللي يقول لك يا طلعت فوق ذيب ومعي حصى حصى ما يشيلها عشر رجال عشر رجال. وانت شلتها؟ اي شلتها انا هكا شلتها ذيب ورميتها على الذيب ومات؟ ما شاء الله ما اقول الله العظيم يا جد يعني جايك انا وش قاعد اقول من يوم طبعا مات اكيد مات يا شيخ. ما هنا اثار عليك؟ ها؟ وين الدم؟ اي وين الدم؟ وين الدم؟ انا اقول لك وين الدم؟ ها؟ وانا طالع بالكهف في قلبه الدم. اي قلبي الدم انا عارف اجل قلبي يمشي بوش وبهواء اكيد بدم. عطني دليلك. انا اقول لك شو الدليل؟ روح شوف المروش اللي جنب الكهف غزه نفسي. اي ما شاء الله هذا نادي رياضي موضوع. اي يا اخوي انا بعد ما قتلته الا في مرواش وفي ناس جالسين وياكلون وشوي مو معقول كل هالسوالف. اسمع يا شيخ خاف من وشو يعني؟ اسمع يا شيخ تفضل. دامي انا صاحب الفكره وشو صح وانا وكلته على شغله وقلت له ان الفكره يحط جرس وما يروح يقول لي حطيت السيف وراحت ورميته بحجر. نعم انا صاحب الفكره. نعم وهالمره انا بنفسي بتاكد وبدخل الكهف. اسمع يا شيخ بدخل الكهف وإن كان الرجال هذا قتل الذيب بنكافئه داخل القرية. بتروح الكهف؟ وإذا كان كذاب كذاب بنحمله وفاة ولد أبو عمر ونحمله القمح اللي في المستودع ونحمله كل شيء. ليه؟ أنا بنفسي بروح بالله يشوف راح تأكد بالله شوف لي عمر تلقاه في المعدة بالله طلع تكفى يا شيخ. الكهف الدخل اليمين مو اليسار ها؟ تروح الدخل اليسار ما في أحد. أنتم الحين فرحانين كلكم؟ يا الله بدل ما تكونون حزنانين. انا والله حزين على عمري اللي ضاع. وش اللي حزنانين؟ افرح اقول لكم قتلت الغول قتلته. الغول يا قلبي ما كان موجود في الكهف. الغول كان موجود في قلوبنا كلنا لما تفرقنا. الغول كان الخوف اللي سيطر علينا وقيدنا من اننا نتحد عليه. كيف نرسل رجال واحد يروح وهذا ولده مات علشان واحد كذب وجاء قال انه غول كلنا صدقنا. المفترض ان نحزن لأن الغول هذا ما كان موجود في الكهف كان موجود بيننا وقاعد يعيش. هذا هو أثر في كل واحد فينا بطريقة سيئة. لا 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 أنا ما أتشرف إني أقعد في قرية زي كذا. صح لسانك وأنا معك. أبوكم الأبو مجمعكم أبغى عمري وأنا قاعد. طيب قتلت الغول. ولدي ولدي حسبي الله ونعم الوكيل. وأنت ما عندكم شاهي في البيت؟ الله العظيم الله منجمعهم. طيب والبطل والشجاعة؟ أي بطل أي بطل قاعد لي كأنك هنا في القسم القصيم في الجنادرية. أقعد يا شيخ.